دكتور بتعملوا ايه في الحزب؟ يعني في الحزب عملتوا ايه لتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، بالذات موضوع الشباب لانه دي قضية مهمة جدا. حياتك بس في جزء بتاع الدكتور صلاح انه لما قارن ب 2012 بالاضافه ل 24,000 في اللجنه الواحده، اهل الشر يعني كانوا بيعملوا حركه احنا كنا رصدينها في 2011 2012، كان في حركات، كانوا بينزلوا تكتلات الصبح 100 مثلا وبيتبادلوا، يفضلوا واقفين حازين عشان فيحجز المكان فيزهقك، وبعدين بيحسس ان الطابور طويل فيزهقك انت، واحنا بنزهق بسرعه. الجزئيه الثانيه ودي نقطه مهمه، دي من بعض يعني مش عايز اقول انها يعني استنتاجات من اللي بيحصل، ان احنا مثلا حضرتك سالتيني على احنا بنعمل ايه، احنا من اكتر من شهرين عندنا شباب الحقيقه انا بفخور بيهم جدا بيتابعوا الاعلام والصحافه الاجنبيه ومنظمات الحقوق الاجنبيه، لان بناء عن الكلام بنقدر نستشف ماذا سيحدث. الهدف الرئيسي حضرتك في الموضوع كله ان الناس ما تنزلش. طيب هم ليه مش عايزين الناس تنزل؟ علشان يبقى المنظر انه يعني من ان لان احنا لاحظنا في الاول في الصحافه بيتكلموا كده، يعني حضرتك ممكن اقول اسامه، ان احنا عملنا مؤتمر صحفي دولي وهاجمناهم وقلنا لهم وش يعني مثلا الجارديان، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، كانوا شغالين علينا بطريقه انه لا يوجد منافس للسيسي، لا يا فندم ده هو بيقصي معارضي، بيقصي معارضي، بيعمل تضييق سياسي، بينكل بيهم، وان النتيجه محسومه والنتائج مزوره هتطلع. يعني كان بيمهد دايما انه في النتيجه دي مش مظبوطه وان المصريين هيحجموا. وحضرتك تلاحظي المنهج اللي كانوا او اللي شغالين بيه، في مجموعه طلعت وقالت نقاطع الانتخابات ومطالبه بمقاطعه الانتخابات لانها ديمقراطيه زائفه، ومن ثلاث ايام داعش نزلت وقالت ان الديمقراطيه حرام وما تنزلوش، ودول ما تنزلوش. طب ما احنا اخترنا، احنا احنا عندنا ديمقراطيه حقيقيه عشان تبقى حرام ولا ديمقراطيه، لكن الهدف كله ان الناس وبناء عليه احنا ابتدينا نحط المنظومه في الحمله بتاعتنا. ودايما الدكتور صلاح يعني استاذنا في الانتخابات، احنا قلنا احنا نبتدي لازم اطلع تدريجيا في الحمله الانتخابيه، ما ابتديش عالي ابدا. فابتدينا الجزء الاساسي هو التوعوي، احنا بنوعي الناس، وابتدينا نبعد عن الاسلوب التقليدي في الانتخابات. يعني حتى في الحمله ابتدينا نخاطب الناس على انه الانتخابات الرئاسيه هي قضيه دفاع عن الوطن قبل ما تكون انتخابات ومين اللي هيكون الرئيس، وفهمنا ايه الغرض منها، وكنا عملنا بامفلت صغير كده وفلايرز نزلنا منها كميات. والحقيقه احنا وجدنا الشباب كانوا بينزلوا الشوارع، بينزلوا المترو، اخر كان يوم الجمعه الاخير نزلوا محطات المترو. انا حضرتك تعرف ان المترو بيقولوا حوالي من 6 ل 7 مليون مواطن في اليوم، وابتدينا نوزع، كان في اقبال وابتدوا يروح. عملناها في صيغه سؤال وجواب بين اتنين بيتكلموا بلغه عاميه، يعني انا يعني احنا عندنا ثلاث اسئله في اخر يوم، انزل الانتخابات لا مش نازل، مش نازل ليه، ما هو ناجح ليه، مش ناجح ناجح. فباسلوب جميل بيقدروا، فالناس ابتدت تتجاوب، ابتدت تعرف. واحنا قلنا فيها بوضوح جدا انه لو عدد الناخبين 60 مليون ونزلوا مثلا 10 مليون، الخارج منتظر هيقول، يبقى ال 50 مليون تحليل ارقام مش موافقه او معترضه، ولهذا لازم ننزل لانها قضيه دفاع عن الوطن. غير المعقول انا عندي القوات المسلحه والشرطه وبتدافع عن كيان الوطن، وخدنا اجراءات اقتصاديه صعبه جدا على الناس، بس دي كان لازم تحصل زي ما حضرتك عارفه في الاقتصاد، كان لازم يحصل التعويم كل ده ليه؟ عشان نحافظ على كيان وطن ويبقى عندنا اقتصاد حقيقي. لو تقاعسنا تفرق كتير قوي اين ان يكون رئيس الجمهوريه جاي بنسبه تصويت عاليه جدا، بيبقى فيها في الخارج بيبقى فيها قوه، ودايما ساتر صورنا ما يهمنيش الخارج، انا يهمني جوه ان احنا نكون كلنا ايد واحده.